الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصر. لو حبيت تسأل نفسك عن تفاصيل حوادث الوفاة المفاجأة اللي بتحصل لشبابنا اليومين دول، هتكتشف إن وراها سبب واحد بس. السبب ده هو الأزمة القلبية المفاجئة. طب إيه اللي حصل؟ وإيه اللي بيحصل وبيخلي شبابنا وهم في سن صغير جدا بيوصلوا للمرحلة دي؟ الإجابة الطبية العلمية اللي هتلاقيها على لسان كل الأطباء إن ده كان إهمال صحي من جانب الشخص نفسه. الإهمال ده أعراضه ودلالاته إن هذا الشخص ما كانش بيطمن على صحته، مش واخد باله من أعراض بسيطة ممكن توصله في النهاية للوفاة المفاجئة اللي سببها بيكون حاجة واحدة بس، وهو هذا المرض القاتل الصامت المعروف باسم السكتة القلبية المفاجئة. العلماء والمتخصصين في صحة القلب قالوا إن أعراض القاتل الصامت أولها علامات كتير زي ضيق مثلا في التنفس. لو حضرتك بتشتكي من ضيق في التنفس، ودي بالمناسبة علامة شائعة جدا على ارتفاع ضغط الدم، لازم تروح تكشف. الضيق ده بيجي من إيه؟ الضيق ده بيجي من إن قلب حضرتك لازم يشتغل بجهد كبير علشان يضخ الدم اللي بيفتقر ليه الأكسجين. ارتفاع ضغط الدم اللي نهايته بتكون الموت المفاجئ أسبابه كتير، مثلا زي إيه؟ زي السمنة، زي النظام الغذائي السلبي، زي قلة النشاط البدني، وأيضا زي زيادة النشاط البدني. طيب لو ما عالجتش كل ده بدري ولحقت نفسك، إيه اللي ممكن يحصل لك؟ بالتأكيد إصابتك بنوبات القلب بالسكتة المفاجئة هتكون احتمالياتها أكبر بكتير من حاجات تانية كتير. علشان كده رجاء لو حسيت بأي أعراض غريبة على قلبك، ما تستناش، روح فورا اكشف، اعمل فحوصات سريعة، اطمن بدري. وزي ما اتكلمت في بداية الموضوع قلت ان هذا هو القاتل الصامت، بيسموه كده سايلنت كيلر، مش هيستناك، مش هيديك اي انذار، هيخلص عليك في ثواني بدون اي مقدمات. بنأكد عليك، روح اكشف، اعمل فحوصاتك، اطمن قبل ما ايه ما تحصل حاجة تانية والفاس تقع في الراس. وزي ما بيقولوا دايما، الوقاية خير من العلاج.